السلام عليكم. واش الخوت صافا لاباس عليكم؟ هاني نتوما كلش مزيان اخوتي. اسمحوا لي كنطلع عليكم بحال ديما. المهم الفوا عليا اخوتي هاد التعطيله هادي كنطال عليكم. المهم اخوتي اليوم غادي نهضروا على فيديو جديد ان شاء الله، وغادي نعطيكم شي معلومات اللي هما مهمين بزاف الناس اللي تيركبوا على الدراجات الناريه عامه. انما غادي نهضروا على المواطر ديال الشنوا كاملين عامه. المهم خوتي غادي نعطيكم واحد المعلومه اللي هي مهمه. انا يعني ما كنعطيكم شي حاجه من راسي، كنعطيكم ديما شي حاجه اللي هي يعني صحيحه، ما كنعطيكم شي حاجه من راسي. المهم خوتي بالنسبه للناس اللي الناس الدراجين اللي تركبوا على الدراجات الناريه، فكما الكثير يعلم اننا احنا كنركبوا على الدراجات الناريه خوتي، اللي هي اللي لديها يعني عندها واحد السرعه محدده ومحدده يعني وفقا لوزنها خوتي. يعني هما عاطين باش نشرح لكم، هما عاطين الكارو، عاطين الماكينه الكاروسري بالنسبه للموتور على قدو، يعني كيعطيو الماكينه على قدو. علاش؟ باش ما يفقاش يفقد التوازن ديالو في الطريق وفقا لوزنها. فان الوزن مهم جدا في تثبيتها على الطريق، خصوصا عندما تكون في اقصى سرعتها خوتي، في اقصى سرعتها. فكل من قام بتعديل المحرك اخوتي، هنا كاين الخطأ. يعني حنا كنشريو موتور كنركبو ليه ماكينه كبيرة على الموتور، يعني كتركب على الموتور في الطريق، ها هو كيجري، كيطير، ولكن انت ما كتعرفش انك راك معرض راسك للخطر اخوتي. المهم فكل من قام بتعديل المحرك من 49 سنتيمتر مكعب الى 125 او 127 فما فوق، يعني يجب عليه ان يكون يقظا اخوتي، يجب عليه ان يكون يقظا. علاش؟ تيكون الرياح في الشتاء، وهذا راه في الريح، سيرتو في الريح، مازال الشتاء راه الا ما زلقتيش ما غطيحش. اما ملي تيكون الريح اخوتي حاجه اخرى، ملي تيكون الريح راه يقدر يطيحك. كما غادي تشوفوا في هذه اللقطه هادي، انا غادي ندير واحد تيست رايد بالموتور كيزلق بيا، ها انتم خليكم معايا. المهم غادي تشوفوا بعينيكم يعني كيفاش الموتور ملي كتجي مكسيري وكتفراني كيفاش كيدور بك الموتور، ولا جاي طول وفرانيتي، واخا تكون يعني غادي نيشان غادي يزلق بها بحال هكا كيدير ليا كما كتشوفوا. كنحاول انني نفراني، كيفراني كيزلق الموتور. ما خصش الفران واحد يستعمل اخوتي، الفرانات ديما خصهم يتستعملوا بجوج، القدامي ما تبركش عليه بزاف، يعني كتعاير كتعاون بيه. ما الا بركتي على القدامي يعني بالجهد يقدر يطيحك الموتور. يعني كما درتي وحده، يعني خصك ديما تستعملهم بجوج، اليسري واليمني، ديما اللوراني والقدامي كتبرك عليهم ماشي بالجهد، خصك تبرك عليهم شويه، خصك تعرف كيفاش تفراني. حيت اغلبيه هادو اللي فيهم لي بلاكات ديال الفران خوتي كيلصق في البلاصه، الموتور كيفراني كيلصق في البلاصه، لهذا الرويضه الموتور ديما مكيشدش التوازن ديالو. والمشكل هو اننا كنركبو الماكينه كبيره على الموتور وحاره على الموتور، يعني ما قادرش عليها، لهذا الموتور صعيب عليه باش يشد التوازن ديالو. كما قلت لكم يجب عليه ان يكون يقظا اخوتي عند هبوب الرياح القويه على جانب الدراجه الناريه. اذا تجاوزت سرعه 80 كيلو، اذا تجاوزت سرعه 80 كيلومتر في الساعه راك معرض راسك للخطر اخوتي. خارج المدار الحضري او في المنحدرات اخوتي كما كتشوفوا، يعني غادي في وقتها يصعب التحكم في الدراجه، يمكن لك ان تنقلب مثلا تطيح لا قدر الله في اي لحظه، يعني ما تعرفش تكون غادي واحد شويه غادي الريح، غادي يجي غير الريح، انت تقول لا ما نطيح ما والو. ولكن انا عندي جات تجربه، يعني هادشي راه تجربه، الناس اللي تركب على الموتور راه ديجا طاحوا بالموتور بسبب بسيط طاح بالموتور. المهم والسبب هو عدم موازنه وزن الدراجه الناريه اخوتي مع السرعه المحدده بعد تعديل المحرك. هذا هو السبب اللي كيخلي الموتور ديما ما كيبقاش في التوازن ديالو في الطريق. انا هذا عندي سونديس كما كتشوفوا، اغلب اللي عنده سونديس راه غيكون جربه في الطريق، مي تيكون غير شويه ديال الريح تيبقى يلعب، هذا غير سونديس يعني تيلعبوا في الطريق. وشكرا على تفهمكم اخوتي، وسمحوا لي على هذه المعلومه هذه، الا كنت خطات في شي حاجه ولا شي حاجه كتبوها لي في الكومنتير اخوتي، وشكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف.